السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازي حضراتكم؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة تيشرتك مع دكتور لطفي احمد. هنتكلم في فيديو النهاردة عن موضوع ممكن حضرتك كمربي قطط تتعرض ليه، موضوع خربشة القطط. هيبقى فيديو ان شاء الله قصير خالص، دقيقة او دقيقتين، علشان اقول لحضراتكم الوضع بالتحديد. خربشة القطط سواء كانت خربشة القطط او كانت عض القطط، والله يا دكتور هما الاتنين ممكن يعملوا سعار. هقول لك اه، ناس دلوقتي هتقول لي ازاي يا دكتور الخربشة ممكن تعمل سعار؟ ماشي، احنا عارفين ان العض ممكن يعمل سعار، اي نتيجه اللعاب اللي بيبقى محمل بالفيروس وبينقل الفيروس لجسم الانسان عن طريق العض. هل الخربشه ممكن تعمل نقل للسعار لو كان القط اصلا مصاب بسعار؟ هقول لك اه، هقول لك بكل بساطه في طريقه نقل مباشره لفيروس السعار وطريقه نقل غير مباشره لفيروس السعار. في كلا الحالتين هيتم نقل الفيروس لكن باختلاف الطرق. ازاي؟ لو قلنا بطريقه مباشره ده عن طريق العض وكلنا عارفين الطريقه دي. لو بطريقة غير مباشرة هي طريقة الخربشة. ازاي بقى؟ وليكن مثلا القط بتاعي او الكلب بتاعي او اي حيوان معرض ان هو يتصاب بسعار، جاله سعار. طبعا السعار بيبقى موجود في اللعاب، محمل في اللعاب، فالقط هرش مثلا في فمه او لقيت لعاب نازل من فم القط او من فم الكلب والقط داس عليه او الكلب داس عليه واللعاب فضل موجود تحت الضافر بتاع القط او تحت الضافر بتاع الكلب وفضل اللعاب موجود محمل بالفيروس وجه خربش حضرتك او خربش اي حد في البيت، هل كده الفيروس ما يتنقلش؟ طبعا يتنقل. ليه بقى؟ لان اللي تحت ضافر القط اتنقل بطريقه غير مباشره من الفم للضافر للايد، دي اسمها الطريقه الغير مباشره لنقل الفيروس. يبقى طريقه نقل الفيروس يا اما عن طريق العض بطريقه مباشره او طريقه غير مباشره عن طريق الخربشه، لان بيكون الفيروس متراكم تحت الاظافر. كده اتنقل وكده اتنقل، فلازم حضرتك اول ما يحصل خربشه من اي قط من اي كلب، حصل خربشه او كلب شارع او كان قط او كلب بيت، لازم على طول تتوجه وتروح تاخد مصل السعار تجنبا لاي مشكله. مصل السعار حاليا انا كنت واخده من فتره 5 جرعات ما بينهم فترات زمنيه محدده، هناك دكاتره اعطاء المصل بيعطوه لحضرتك وما تلاقوش مصل امن تماما، بيعطى حتى الاطفال الصغيرين تجنبا للاصابه بفيروس السعار. وده طبعا حمايه لحضراتكم قبل ما يكون حمايه للقط، ولازم نتاكد ان القطط واخده تطعيماتها هي والكلاب وخاصه تطعيم السعار. ما نتهونش يا جماعه في حته السعار او المصل، علشان لا قدر الله لو كان القط عنده سعار هيضر حضراتكم جامد وهيؤدي الى الوفاه، لان لحد وقتنا هذا لم يتم اكتشاف علاج لمرض السعار. فلازم ما نتهونش في الموضوع ده. ابننا الصغير اتخربش او اتعض ياخد مصل السعار، احنا اتخربشنا وتعضينا ناخد مصل السعار، سواء كان قط بيت او كان قط شارع، كلب بيت او كلب شارع. بس وكده فيديو النهارده خلص، يا ريت تكونوا استفدتم ولو معلومه واحده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ما ننساش اللايك والشير. كنت معكم انا دكتور لطفي احمد.